بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا بالسمول باولز ونسأل عن الانتريك انفكشنز. انتريك انفكشنز in the way of questions and answers. Okay, what type of diarrhea associated with enteric infections? What type of diarrhea associated with enteric infections? إذا شفنا the bulk of stool mass greater than 250 milligram per day, هذا النوع شنو اللي هو يصير دياريا. اوكي هذا with infection, enteric infection. Through what mechanism do these infections occur? Through different mechanism. واحدة منها osmotic diarrhea. Osmotic. واحدة منها secretory. Secretion from blood to the bowel, مثل كوليرا. وواحدة من inflammatory. Inflammation. To the mucosa, مثل شقلة. Then the types of, شنو, of diarrhea. Which diagnostic test indicated, شلون نشخص نسوي stool smear, okay, ونستخدم الرايت ستين صبغة خاصة للستول هنا for white pieces. طلعنا الwhite pieces. اوكي وبعد هيمو أوكلت تيست يعني هذا المخفي أوكلت ستول جوياك تيست. بعد ستول كالتشر and sensitivity and examination of the stool for ova of the parasite. OV of parasite. هذا الستول examination اللي نقدر نشخص من خلاله شنو انه اكو enteric infection. What are the sites of intestinal involvement? The small bowel involved when بالكوليرا, E. coli, giardiasis, viral. Okay, ileum and colon both شنو salmonellosis, yersinia, combolibacter, colon, shigella, E. coli, طبعا invasive hemorrhagic يعني colon. وبعد E. coli هنا يعني والأميبا, الأميبا هستولاتيكي والأميبياسيس وجاردياسيس. لأن كلهن يسبب لنا infections. What's the most common cause after drinking from mountain stream? يعني mountain stream من الشلالات بهم ناس يشربون ماي وهذه ملوث. ف شنو الكوز اوف انفكشن هنا؟
إذا تشرب درينك from mountain stream. جاردياسيس. جاردياسيس. What's cause of food poisoning? Food poisoning شنو الكوز؟ إذا من الفود. Staphylococcal toxins. Staphylococcal. Staphylococcal. طبعا Staph aureus. Aureus. Toxin. اوكي بعد وكلوستريديوم بيرفرنجس اللي هي ويلشاي كلوستريديا ويلشاي بيرفرنجس وباسيلس سيريوس باسيلس طبعا كلوستريديوم بوتشيلم بوتشيلينم ايضا بوتشيلينم وباسيلس شنو سيروس. What part of history differentiates gastroenteritis? يعني بالأسئلة شو يصير بالgastroenteritis يصير vomiting شنو before pain هذا feature of بالhistory feature of gastroenteritis vomiting before pain. اوكي نسال عن مال ابزوربشن سيندرومز مثلا المال ابزوربشن وات ار ذي يعني سوء الامتصاص مال ابزوربشن الكوزز اكو مثلا يصير عندنا بوس جاستركتوم بعد ما تنشال المعده بوس جاستركتومي سيندروم يصير مال ابزوربشن يصير مشكله بالامتصاص أو بوس فيغوتومي لأن الفيغل هو اللي يسوي اللي شنو ريليز أوف فيغل ستيموليشن يسوي ريليز أوف أتشيال وبالتالي أني تشينج إن ذا سيال مينز تشينج إن ذا أبزوربشن إذا عندي نقص بالعصارة البنكرياسية بنكرياتيك انسفشنسي بنكرياتيك انسفشنسي أو إنزيم ديفيشنسي إنزيمات من الأمعاء إنزيم ديفيشنسي بعد كوليستيسيس كوليستيسيس مشكلة بالمجرى الصفراوي بلايند لوب سيندروم بلايند لوب سيندروم هذا بعد العمليات بلايند لوب سيندروم خاصة على عمليات المعدة بنسوي غاسترو جوجينوستومي أو غاسترو جوجينوستومي أو بليروث 2 مثلا أوكي short bowel syndrome طبعا هاي كلها شي يسوي لي يسوي مشكله بالامتصاص ان ذا المال ابزوربشن مال ابزوربشن طبعا اكو ديزيزز اخرى اللي هي ميديكال ديزيزز منها مثلا سيلياك ديزيز سيلياك ديزيز اوكي السمبتوم شو يصير بالمال ابزوربشن المهم الكاردينال سيستم الرئيسيه شنو هي دياريه دياريه ويت لوس استياتوريه يطلع شحم مع الاستول استياتوريه دهن اوكي تيتاني ليش لان ينقص عند الكالسيوم في يتقزز جسمه تيتاني ينقص عند الكالسيوم هايبو كالسيمي اوستيوماليشيا ايضا نتيجه نقص الكالسيوم استيوماليشيا انه ينقص الابزوربشن ايضا وكذلك يصير باثولوجيكال فراكتشرز باثولوجيكال فراكتشرز بعد يصير بليدينج ونيوروباثي نتيجه الديفيشنسيز مثلا فيتامين بي 12 ديفيشنسي يسوي نيوروباثي فيتامين بي 1 ديفيشنسي يسوي نيوروباثي وهكذا اذا ذن الفيتشرز داريا ويت لوس تياتوريه تيتاني osteomalacia, pathological fractures, bleeding, and neuropathy. These are the clinical features of malabsorption. Okay? How is the diagnosis confirmed? شلون نتأكد إن هذا شنو
مال absorption. طبعا الستول الستول نفسه بي بي كرايتيريا الستول يصير بلكي كمية كبيرة من الستول بلكي بلكي ستول بلكي مال أودورس برائحة خاصة مال أودورس رائحة كريهة مال أودورس بعد عندي فلوتس الدهن يطفو يطفو على الماء الستول يطفو على الماء هاي هذا واحدة من فيتشرز اوف مال ابزوربشن معناها بعد احنا عندنا صبغة الدهن شنو هي السودان اسمها سودان ستين فور فيكال فات يطلع عنده كمية الفيكال فات في سودان ستين فور فيكال فات اوكي هاي اثنين بعد ديزايلوز تيست دي زايلوز تيست to measure absorptive capacity of jejunum هذا تيست يقيس قدرة الجيجنوم على absorption وأكو شيلينج تيست evaluate B12 absorption هذا نشوف امتصاص B12 يسمونه شيلينج تيست اللي هو B12 شنو absorption هذا هذا نقدر نتأكد على أنه إذا ذني طلع بوزيتيف شنو شنو عنده معناها معناها عندنا مال absorption. Which vitamins, minerals are often deficient هنا؟ طبعا لأنه الفات ينزل فنفقد الفات سوليبل فيتامينز يصير deficiency. فات سوليبل فيتامينز اللي هي شنو؟ A, D, K, E. هاي هاي يصير deficiency. بعد وكذلك يصير deficiency فيتامين B. 12 إذا بالإليوم المشكلة كالسيوم ينقص أوكي نجي للسيندرومز اللي قد تسبب مال أبسوربشن منها مثلا على سبيل المثال blind loop syndrome نسأل عنها what is it bacterial overgrowth in a specific area in small intestine بال small intestine small bowel then the organism overgrow is not normal flora of the bowel بالحقيقة هم جاي من colonic flora مثلا gram negative bacteria E. coli يعني إذا اللوب هذا معزول معزول على سبيل المثال لأسباب مختلفة مثلا غاسترو غاسترو جوجنستومين هذا شو يصير هذا يصير بلايند لوب إذا انعزل يصير ببكتيريال أوفر جروث إيكولاي غيرها زين anaerobic bacteria, clostridium, bacteroids هذا الانفكشن هنا يصير blind loop نسميه blind loop syndrome ويسوي لنا مال absorption شنو الكوزز that disturb normal flora of the bowel الستاسيس هذا الستاسيس هنا مواد غذائية تتراكم هنا تجي من المعدة الجزء الكبير اللي هو يروح وين الى السمول باول ويروح ويطلع بالجوجنام وينتهي الاليوم والى اخره هذا المعزول البلايند لوب المعزول يبقى جزء منه يتخمر هنا ويصير عنده اوفر جروث اوف بكتيريا اوكي هو هذا المشكله يصير ستيسز مثلا لاي سبب مثلا ستركتشرز اوف انتستين كرون ديزيز مثلا اذا كرون ديزيز وكو ستركتشر منطقة كرون ديزيز يصيب لي منطقتين هنا ستركتشر وهكذا هنا ستركتشر فشو يصير يصير هاي المنطقة هاي يصير مثل بلايند لوب يصير ستيسيس بيها يصير اوفر جروث اوف بكتيريا وانفكشن ويمنع لي الابزوربشن ويصير مال ابزوربشن
اوكي. بوست فيجاتومي ايضا. سيكلوروديرما، سمول باول مثلا دايفرتيكولم، هاي سمول باول اذا طلع لي دايفرتيكولم بالسمول باول. هذا واحد الدايفرتيكولم يشتغل كبلايند لوب ويصير بي اوفر جروث او بكتيريا زين ويصير انفكشن هكذا. مثلا اذا عندي مشكله انكومبتنت اليوسيكال فالف انكومبتنت اوكي. هذني الاسباب وتعرف اسوشيت ساينز اند سيمبتوم شو يصير بيها. البلايند لوب يصير دياريه استياتوريه نفس المال ابزوربشن اوكي، مال نوتريشن ديفيشنسي اوف مينرالز اند فيتامينز هايبوكالسيميا بي 12 انيميا ميغالوبلاستيك انيميا زين كل ذني features of blind loop syndrome. What's the pathogenesis of B12 deficiency؟ شلون يصير B12 deficiency؟ منين يجي؟ ال B12 يصير له اولا هو منين يمتص بالterminal ileum يصير الامتصاص. فاذا اكو بكتيريا تستخدم ال B12 فما راح يصير امتصاص. فاذا البكتيريال شنو؟ بكتيريال utilization of B12 راح يقل البي 12 للمريض. بعد البكتيريال توكسين انهبت ابزوربشن اوف بي 12 هاي مشكله زين. ويش دايجنوستيك تيست انديكيتد؟ قلنا شيلينج تيست. شيلينج تيست يقيس لي الانترنسيك فاكتور اللي يطلع لي من المعده من البراتل سير. انترنسيك فاكتور اللي هو شو يسوي؟ اللي يسوي لي ابزوربشن اوف بي 12 ابزوربشن اوف بي 12. فقياسه هذا معناها شنو؟ يبين لي الريزيستنس شنو بي 12 مال ابزوربشن يسمونها. وبعد اكو هيدروجين بريث تيست اللاكتوز سوالود اند اكسبيريشن of hydrogen is monitored. يعني يسمونه hydrogen breath test. hydrogen breath test ياخذ لاكتوز المريض وننتظر انه شو يطلع بالاكسبيريشن من ال شنو الهيدروجين. we monitor hydrogen with bacterial overgrowth increase hydrogen production earlier than normal. hydrogen breath test هذا شوف اكثر increase hydrogen production بالبريث earlier than normal. اذا نعطي المريض شنو؟ نعطيه لاكتوز اوكي. What's the appropriate treatment؟ طبعا التريتمنت هو surgical correction. treatment of blind loop هو surgical correction. كل ما نخلي stasis و overgrowth او بكتيريا تبقى باللوب هذا اوكي. ما عدا هذا antibiotic ايضا to inhibit bacterial overgrowth. فإذا surgical correction زائد antibiotic to inhibit bacterial overgrowth. What are the other causes of B12 deficiency؟ من نسوي gastrectomy هم يصير عندنا B12 deficiency. gastrectomy من نسوي gastrectomy هاي المعدة مثلا إذا سوينا gastrectomy B12 ليش؟ لأنه هنا الانترسيك فاكتور يطلع لي من المعده والانترنسيك فاكتور هو اللي يسوي ابزوربشن اوف بي 12 بالتيرمينال اليوم. فاذا قصينا المعده وانترنسيك فاكتور ماكو فراح يصير عندي شنو؟ بي 12 ابزوربشن ديكريز ويصير عندي بي 12 ديفيشنسي. اوكي ثانك يو فيري ماتش.